اللهم إني أسألك وأتوجه بنبيك نبي الرحمن محمد صلى الله عليه وآله يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمن يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يديك حاجاتنا يا وجيها صار بالغبرار ميه اعتب على الأمصار من حولك العدوان مرة تصد لهم ومرة إلى الصيوان حاير بأمرك بو علي والدهار خوار خلاك متحير يا بن حرام الحمية السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن سيد الوصيين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى السلام عليك يا دار الله وابن ثار والوتر الموتور أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين فلعن الله أمة قتلك ولعن الله أمة ظلمك ولعن الله أمة سمعت به بذلك فرضيت به يا مولاي يا أبا عبد الله السلام عليك وعلى ولديك العليين الشهيدين السلام عليك وعلى أخيك أبي الفضل العباس حامل لوائك وساقي عطاشك السلام عليك وعلى الأنصار المستشهدين بين يديك وتحت لوائك السلام عليك وعلى أختك زينب أم المصائب السلام عليك وعلى ملائكة الله الحافين حول حرمكم الشريف المستغفرين لزواركم رزقنا الله في الدنيا زيارتكم وفي الآخرة شفاعتكم وفرج الله عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات وقائدا وناصرا وجليلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلى روح أم البنين وإلى روح السيد الإمام وإلى روح الشهيد الصدر وإلى روح الشهيد الحزين وإلى روح الشيخ بهجت وإلى روح السيد استغاث وإلى روح الشيخ الجمري وإلى أرواح أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان وإلى أرواح شهدائنا وشهداء الإسلام نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة أصلح الصلاة على محمد وآل محمد اللهم بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها صل على محمد وآل محمد اللهم شافي كل مريض